الهدف من منتدى شركات حياة هو قديش بنقدر انه يكون في ترابط بين المجموعات كلها. احنا دائما بنعمل منتدى في كل واحدة في البلد تبعها، فالهدف من انه نعمله كل مرة في بلد معين انه كل البلاد كل المجموعات يتعرفوا على بعض، يصير في ترابط، بما انه الهدف واحد هو البحث عن فرص عمل تلائم للنساء العربيات، وبنفس الوقت انه احنا قديش بنقدر نعمل تغيير في حياة الامرأة. فكثير مهم انه احنا كل المجموعات تكون مع بعضها، يشوفوا بالضبط، يتعرفوا على شغلات جديدة، معلومات جديدة. حتى إحنا في المنتدى، بما إنه إحنا بالدورات عنا دائما التركيز على قضية التشغيل، فكثير إحنا منغير في المنتدى إنه شغلات ممكن تكون اللي هي غير نطاق التشغيل، يعني شغلات اللي هي بتخص المرأة في شكل عام. ممكن يكون محاضرات عن التجميل، ممكن يكون مثلا اليوم عندنا في عن سرطان الثدي محاضرة كثير مهمة اللي هي بتخص المرأة كمرأة. فكثير احنا بدنا نشتغل على العنصر، على موضوع العنصر النسائي، ومش بالشرط انه بس نحكي على التشغيل. بالرغم من الوعي اللي عم نحاول ننشره عن طريق المدارس، المحاضرات، نبدأ بجيل صغير لنصل النساء الأكبر فئة بالعمر. بعدها ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة منتشرة وبكثرة، وهذا الإشي المسؤولية كلها ما 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 تلقى العاتق بس على الجمعيات النسوية أو على النساء النسويات الفعالات مجتمعيا وسياسيا، إنما هي مسؤولية على كل أفراد المجتمع، على المؤسسات اللي بالمجتمع، على 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 أعضاء الكنيسة اللي بمجتمعنا، على كل مسؤول بيشوف حاله بمحل ما يأخذ مسؤولية. بده عملية تغيير مجتمعي، لازم ياخذ دور بهالمسؤوليه، لانه اليوم بنحكي على ظاهره تعرض النساء اللي حكيت انه اصعبها تصل القتل، والمراه عندنا لا تقتل على خلفيه ما يسمى شرف العائله بين قوسين الا لكونها هي امراه وموجوده بهذا المجتمع الذكوري. فبدعي انا من هاي المنصه تكاتف كل الاطراف اللي حكيت عنها للعمل معنا لنقوم بهذا الدور اللي بالاخر نقدر نحد، واملي انه نحد من هاي الظاهرة.